لقد سمعت كثيرا من المسؤولين في كل الزيارات ما يفيد أننا ما زلنا في البداية، هكذا قيل لي. وفي الصفحة 202 من الكتاب هناك فصل أسميه يا رب الصينيين ويا رب الجوانسيين ويا رب الشنغاليين يا رب المسلمين امنحنا تخلف الصين. لقد كانوا يقولون في كل مرحلة نحن ما زلنا متخلفين. ولم أكن أدري وقتها أنها كانت وصية دينغ سياوبينغ نفسه. ماذا يقول؟ حافظوا على هدوئكم، غاردي لي تيتفوار، تواضعوا، لا تتصدروا المشهد، لا تشيحوا ببصركم عن الأشياء التي ما زال عليكم القيام بها. كأنه رب عائلة على سرير الموت يوجه لشعبه الوصية الأخيرة: نحن شعب فقير ومتعطل، ونريد أن نتعلم أن الثأر الوحيد الذي يقبل به التاريخ هو الثأر من الجهل والفقر والإهانات. أيتها الأخوات، أيها السادة والسيدات، لقد أردت في النهاية أن أضع ربطا ما بين ما كتبته وما رأيته في حكايتين. الحكاية الأولى لما زرنا معبد التكنولوجيا ومنعنا سدنتها وأئمتها من أن نصحب معنا الهواتف النقالة، فلما سألنا قيل لنا ما بين السطور ربما قد تلتقطون الصور لهذه التكنولوجيات القادمة، فكان جوابنا: أولا هذه هواتف النقالة لا تنقل صور المستقبل، ثانيا حتى لو صورنا هذه الصور لا أستطيع أننا وصلنا من التأهيل العلمي ما قد يصل بنا أن ننقل أو أن نسرق هذا الإبداع. والنقطة الثانية هو الابتكار، وكان ذلك في 2010 وحضرنا لسيدة قدمت على أنها أستاذة مركزية في جامعة بكين وقدمت لنا الأطروحة الصينية، ومما فوجئنا فيه في 2010 وهو الشعار الذي شرحته جيدا لنا، وشعار يقول بالثلاثية: الاستيراد، التقليد، ثم الابتكار. وقتها كنا نعتقد بأن التقليد مسألة يعني بدعة في السوق العالمية، لكنها كانت مخططا مفكرا فيه عبر استيراد كل التكنولوجيات. ومن بعد أعتقد أن مرحلة الابتكار والقيمة المضافة اليوم بدأت توجد كشيء موجود، يعني موجود مادي ملموس وواقعي. تجربة بكل صدق ما سأحتفظ فيها طبيعة الحال: هناك الدهشة، هناك التكنولوجيا، هناك أشياء يصعب الآن تصديقها حتى ونحن على مسافة سنتين من ذلك، لكن ما هو أساسي أن ما اعتبرته شخصيا مستقبلا في الكتاب لعله قد أصبح ماضيا الآن في الصين. وشكرا.